بلاش توت سوير. طب ما قالوا لي نزل عندنا الهوت 20 اس، الهوت 20 اس بلاك وبلو. بلشت العرضات، بلش الانفينيكس يفتح، بيفتح لحد 13 جيجا رام، 128 جيجا. الشارج تاعه هنبلش من الاخر للاول، الشارج تاعه 18 واط، 18 واط فاست شارجينج. هذا التليفون اكيد من المنتجات الجديده، فنحن بدنا نحاول نكون معكم بكل شيء جديد. حبيتوه للي قبل وطلبتوه كثير، بس هلا رح نفرجيكم شيء جديد. هوت 20 اس، خلصنا من البطاريه، خلينا نبلش من الاخر مثل ما اتفقنا. معودين للشباب الكفر خالص، 18 واط فاست شارجينج، كيبل يو اس بي تايب سي، يو اس بي تايب سي، والايرفون عم بيعذبونا غير شركات بلا الايرفون، هون ريحونا من الايرفون. نبلش بهون، نحن حاولنا نفتح لكم اللون البلو، البلو يعني ازرق. اول شيء بدنا نقول لكم مميزاته، بس اول شيء لنفرجيكم ثلاث كاميرات. المين كاميرا تعيته، المين كاميرا تعيته 50 ميجا بكسل. هلا حندوره ونشرح لكم شرح سريع. ليكو الوزن كتير خفيف، التليفون تقريبا 200 جرام، اوكي يعني اكبر من اونصة الذهب بشوي. الشيء الثاني اللي بقلبه، اول شيء 6.78 هي السكرين، 120 هرتز. اكيد معودين انتو على النوت 12، هو بيجي الهايلو جي 96، هيدا نفس الشيء. انتبه قلنا لكم بالاول ما بدنا نرجع نعلكم، بس اللي اجوا عن جديد هذا بيجي 128 جيجا، بس هو بيجي ستاندر 8 جيجا رام 128، بيفتح لحد 13. عم تسمعوني منيح؟ احنا ما بكره تقولوا لي حكيت شيء غلط. هايلو جي 96 128 مثل ما قلنا، تريبل كاميرا، البطاريه 5000 ملي امبير، يعني بيفيدنا اليوم كل النهار، والاندرويد 12. بس مضطرين نفتح شوي لنفرجي الكاميرا. اوكي عم بيتعود انه صار بلبنان التليفون، مبروك. شوفوا التليفون، يعني بغنى عن التعريف. اكيد صرتوا تعرفوا كلكم الانفينيكس، لان اللي صار بيجي بيطلب انفينيكس بيطلب انفينيكس، واللي بيطلب غيره بيطلب غيره. شوفوا الانفينيكس، شوفوا الانفينيكس، وروحوا على الانفينيكس، شوفوا الكاميرا ويلا روح.